نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس مؤتمرا جماهيريا حاشدا، وذلك للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام. واستعرض المؤتمر إنجازات مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة الماضية في السويس، كما تم تكريم عدد من المتطوعين على جهودهم في العمل الخيري. الحمد لله النهارده المؤتمر كان غايه في الروعه، غايه في الجمال، دليل ان الخدمات اللي كانت موجهه للاسر الاكثر احتياجا الحمد لله وصلت ليهم. علشان كده اول ما دعيناهم بدون تردد كان عدد كبير جدا موجود معانا النهارده. طبعا دوت كان فرحه بالنسبه لنا ان احنا قدرنا نقدم الخدمات والناس عرفت يعني ايه مؤسسه حياه كريمه. اول حاجه بنشكر كل الناس اللي جت شاركتنا للتوعيه بالقضايا الفلسطينيه وتعزيز المشاركه المجتمعيه عندنا في مصر. ثانيا الحمد لله تم النهارده تكريم العديد من المتطوعين اللي عندنا من المؤسسه، كلهم شباب ما شاء الله عليهم، وتم استعراض العديد من الانجازات اللي تمت الحمد لله للمتطوعين وللمبادره وللمؤسسه نفسها. انا مبسوطه جدا ان اتكرمت من مبادره حياه كريمه وسعدت باللقاء معاكم، وكنت مبسوطه قوي بالتكريم يعني، وكرموني بسبب ان تم تكريمي في الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه.